سأعرض لأبنائي وبناتي جانبا من ثقافة الكتاب والعترة فيما يرتبط بالمشاهد الشريفة للعتبات المقدسة لقبور أئمتنا في العراق في ايران وفي اي مكان اخر لا شان لي بالنواصب هل يقبلون كلامي او لا يقبلونه انا حديثي مع شباب الشيعه لانني اذا كنت اريد ان اناقش النواصب فان طريقه النقاش ستكون مختلفه انما اريد ان اعلم شباب الشيعه من ان عقائدنا قرانيه حقيقيه من ان عقائدنا اسست على ثقافه العترة ولا تعبأ بهؤلاء الجهال من المراجع الاغبياء ومن مدراء مكاتبهم الجهال السفهاء لا تعبأوا بهؤلاء عودوا إلى دين محمد وآل محمد الحقيقي عودوا إلى منهاج بيعة الغدير والذي سأعرض لكم جانبا من ثقافته في هذه المسألة في مسألة البناء على قبور ائمتنا صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. سأبدأ من الكتاب الكريم مثلما عودتكم دائما انني ابدأ بالكتاب الكريم المفسر بتفسيرهم واثني بحديث العتره الطاهره المفهم بقواعد تفهيمهم وابرأوا من قذارات نواصب سقيفة بني ساعده وابرأوا براءة مضاعفة ومضاعفة جدا من قذارات نواصب سقيفة بني طوسي سقيفة بني نجف الا لعنة عليها الا لعنة على سقيفتهم النجسه لا لعنه على منهجهم القذر انني اتحدث عن منهج حوزه النجف عن منهج المرجئه والبتريه والمقصره اعود الى الكتاب الكريم الى سوره البقره الى واقعة طالوت وكيف أن بني إسرائيل تعرضوا لظلم عظيم من طواغيت زمانهم وتحديدا من جالوت حكاية طالوت وجالوت في سورة البقرة ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم نبيهم شموئيل ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ارادوا قائدا عسكريا وحاكما يحكمهم. الحكايه فيها تفصيل وانا لا اريد ان احكي حكايه طالوت وجالوت انما اريد ان اذهب الى نقطه في هذه الواقعه هي التي اريد ان اتحدث عنها. ما قرأته كان جزءا من الآية السادسة والأربعين بعد المئتين بعد البسملة من سورة البقرة في الآيات التي تليها وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال هذا مقياس الملك عندهم قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين حديثنا عن التابوت وبشكل موجز ما هو هذا التابوت التابوت يعني الصندوق الصندوق المقفل الصندوق المقفل الذي له باب له غطاء صندوق مقفل هو هذا التابوت لما اعترض اليهود على نبيهم شموئيل من انهم لا يقتنعون بطالوت ملكا عليهم فقال الذي قال ومن جمله ما قال لهم من ان ايه ملكه ان يعود التابوت اليكم ما هو هذا التابوت؟ كما قلت لكم التابوت صندوق مقفل هذا هو الصندوق نفسه الذي وضعت فيه ام موسى ولدها موسى النبي والقته في اليم كما اوحى الله اليها في سوره طه في الايه الثامنه والثلاثين بعد البسملة وما بعدها إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى والخطاب لموسى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى ماذا أوحى الله إليها قطعا عبر الملائكة أن اقذفيه في التابوت في الصندوق المقفل أن اقذفيه في التابوت ضعيه في صندوق مقفل أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني جميل هذا التعبير والقيت عليك محبه مني ايه بلاغه هنا ولتصنع على عيني على اي حال اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت هذا هو التابوت نفسه صار تابوتا مقدسا بعد ذلك بتقديس سماوي بتقديس نبوي هذا التابوت بقي محفوظا عند ال فرعون عند فرعون في قصر فرعون وبعد ذلك رجع التابوت الى موسى في هذا التابوت وضعت عصا موسى فعصا موسى تتغير هيئتها كما يريد موسى وضعت في هذا التابوت ووضع في هذا التابوت رضراض الالواح هكذا تقول الروايات انها الاجزاء المتكسره من الواح الشريعه التي جاء بها موسى من الميقات فلما وجد بني اسرائيل يعبدون العجل تعبيرا عن غضبه ألقى بالألواح على الأرض وتكسرت فصارت رضراضا كانت ألواحا من الصخر المرمر فرضراض الألواح احتفظ به موسى في هذا التابوت مع عصاه وفي التابوت آثار أخرى من ثيابه من اثار ال هارون الايه هكذا تقول وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم هذه السكينه هي ريح اعجازيه كانت اذا ما صدرت من هذا التابوت وقد قدموه في معاركهم فانهم سينتصرون في معاركهم. هم يريدون قائدا عسكريا وملكا يقودهم لحرب اعدائهم فهم بحاجه الى هذا التابوت لانه اذا ما قدم في القتال ووضع امام الجيش اليهودي فإن ريحا هي السكينه تخرج منه تكون علامه لنصره جيش اليهودي على الجيوش التي يقاتلونها هذا التفصيل مذكور في الروايات وفي الاحاديث وانا لا اريد ان احدثكم عن كل شيء وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى من ثيابه من شيء من آثاره وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون فالتابوت صندوق مقفل فيه عصا موسى ورضراض الالواح وفيه اثار من ثياب موسى وال موسى ومن ثياب واغراض هارون وال هارون هذا التابوت كان مقدسا وقد وضعوه في اقدس مكان في معبدهم انه قدس الاقداس بنوا له بناء خاصا في المعبد اليهودي بناء خاصا بطقوس خاصه وبحجر خاص وبزينه خاصه وجاؤوا باثمن الاشياء لتزيين ذلك المكان لتزيين قدس الاقداس احتراما واجلالا وتقديسا لهذا التابوت الذي وضعت فيه ام موسى موسى حينما كان رضيعا والقت به في اليم وكان هذا الصندوق عند ال فرعون احتفظوا به وانتقل بعد ذلك الى موسى ووضع فيه ما وضع من اثاره وكذلك يوشع ابن نون وصيه من بعده يوشع ابن نون وضع ما وضع من اثار ال هارون ومن اثاره وصار رمزا مقدسا عند اليهودي الى ان حدث الفساد فدخل الاطفال يعبثون في المعبد اليهودي وراحوا يعبثون في قدس الاقداس واخرجوا التابوت واخذوا يجرونه في الشوارع والطرقات فرفعه الله رفعته الملائكه اخذته منهم واختفى من بني اسرائيل وعدوه علامه لفشلهم ولخذلانهم فها هو نبيهم شموعيل يقول لهم العلامه الالهيه التي تؤكد من ان الله هو الذي اختار لكم طالوت سيعود لكم التابوت الذي يعرف بتابوت السكينه مثلما قالت الايه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقية مما ترك ال موسى وال هارون تحمله الملائكه ان في ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين الى اي جهه انا اقصد انا اقول من أن الديانة اليهودية وهي ديانة سماوية كانت تقدس آثار آل موسى وآل هارون وتبني بناء عظيما هو قدس الأقداس من اقدس ما كان عند اليهود لذلك الصندوق الذي فيه ما فيه من اثار ال موسى واهل هارون الايه واضحه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك ال موسى وال هارون تحمله الملائكه ثم تقول الايه ان في ذلك لايه لكم ان كنتم مؤمنين قطعا اليهود ماذا سيفعلون؟ سيقدسونه بطريقه هي اعظم مما قدسوه سابقا تعبيرا عن ندمهم عن الذي صدر منهم فها هو القرآن يقرر هذا التقديس وها هو القرآن يجعل عودة ذلك التابوت آية إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين وفي تلك الفترة هذا الأمر جرى على يد نبي من أنبيائهم بدأت الحكاية الم تر الى الملا من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله الى بقيه تفاصيل الواقعه هذا بناء على صندوق فيه شيء من اثار ال موسى وال هارون بناء قدس الاقداس القران لم يعترض على هذا بل ان الله سبحانه وتعالى رفع التابوت من بني اسرائيل حينما ذهب الاطفال والصبية إلى قدس الأقداس وأخرجوه من هناك فرفعت الملائكة التابوت هذا بناء عظيم وبطقوس خاصة وبخصوصيات معينة عند اليهود ومعقدة جدا كان بناء على تابوت السكينه على الصندوق الذي وضع فيه موسى حينما وضعته امه فيه والقته في اليم الوقت يجري سريعا لكنني اعتقد ان اللقطه التي اردت الاشاره اليها وصلت اليكم هكذا اتمنى فهذا تقديس لصندوق لبقايا ثياب لآل موسى وآل هارون ماذا في هذا التابوت فيه سكينة من ربكم هذا الجانب الاعجازي يعني ان الله يؤيد هذا الامر وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون هذا في الديانه اليهوديه بناء عظيم هو اقدس ما في معبدهم يسمى بقدس الاقداس لاجل هذا الصندوق الذي فيه اثار 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 من ال موسى وال هارون فماذا تقولون لاجزاء بل لكل وليس لاجزاء بل لكل يقول محمد عنها صلى الله عليه واله في حديث الكساء لحمهم لحمي ودمهم دمي ماذا تقولون لهذا صندوق 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 وضع فيه موسى حينما كان رضيعا وأخرجوا موسى منه وبقي ملقا في قصر فرعون لا يعبأ به لكنه بقي محفوظا بقدره الله بقي ذلك الصندوق محفوظا الى ان صار عنوان قداسه وتقديس الى الحد الذي انزل الله فيه السكينه انها ريح السكينه التي كانت اذا ما هبت من ذلك الصندوق انتصر اليهود في اية معركة من معاركهم حينما يقدمون تابوت السكينة ماذا في هذا التابوت بقايا خرق من ثياب اهل موسى وآل هارون كل هذا التقديس وكل هذه المباركة من الله ان جعل ريح السكينة فيه وبعد ذلك لما اهين ذلك الصندوق رفعه الله وجرى الذي جرى على بني اسرائيل من مهانه وذل وظلم وحينما نصب لهم ملكا من قبله نصب لهم طالوت ايه ملكه ان يعود التابوت كي يقدسوه وقدسه اليهود بنحو مضاعف على النحو السابق، وهذا شيء طبيعي. انها رده فعل بعد ندم شديد، وبعد ما جرى ما جرى عليهم من المذله والهوان والظلم الشديد الذي تحملوه. فماذا تقولون لكيانات يقول عنها محمد صلى الله عليه واله ما انا الذي اقول هو الذي يقول لحمهم لحمي ودمهم دمي في دعاء الندبه الشريف محمد صلى الله عليه واله هكذا يقول لامير المؤمنين انت اخي ووصي ووارثي لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي والايمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي حديث واحد الا لعنه على منهج حوزه النجف الا لعنه على هذه القذاره على قمامه حوزه النجف بحسب منهجهم حديث الكساء هذا ضعيف دعاء الندبة هذا ضعيف أيضا ألا لعنة على منهجه لحمهم لحمي ودمهم دمي صلوات الله عليهم تابوت صندوق فيه خرق وفيه بقايا صخر مرمر رخام متكسر كل هذه التفاصيل يرتب الله عليه وهذه الايات وهذا القران يخبرنا كي نعتبر بها كي نتدبر منها هذا الشان اليهودي الشان المسيحي اذهب بكم الى سوره الكهف في قصه اصحاب الكهف لا اريد ان احكي لكم حكايه اصحاب الكهف لكنكم تعرفون ان كلبا كان بينهم القران صريح من ان كلبا كان معهم وحينما اغلق الله الكهف عليهم بعد رجوعهم الى الحياه كان الكلب معهم في الكهف كلب عين نجسة ولكن حين انتسب اليهم صار هذا الكلب من سكان الجنان في احاديث اهل البيت كلب اهل الكهف سيكون في الجنة معهم ماذا نقرأ في الآية الحادية والعشرين بعد البسملة من سورة الكهف وكذلك أعثرنا عليهم بعد أن استيقظوا ليعلموا ليعلم الناس في زمانهم الذين كانوا في نقاش طويل حول البعث وبعث الناس في يوم القيامة وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن ساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم بعدما أغلق الله الكهف عليهم هم طلبوا ذلك من الله أن يقبض أرواحهم القصة مفصلة لا مجال للحديث عنها فبعد أن أغلق الكهف عليهم مع الكلب فقال ابن عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم الذين ما كانوا على دين الحق هكذا قالوا ابن عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم وهم اهل الحق لنتخذن عليهم مسجدا ما هذا قبر اهل الكهف مع كلبهم قُبضت أرواحهم في كهفهم وأغلق الله ذلك الكهف عليهم ولم يستطع أحد من الذين جاءوا لزيارتهم بعدما بعثوا إلى الحياة لم يستطع أحد أن يدخل إلى ذلك الكهف فبنوا على قبرهم هذا مسجدا فهذا مسجد بني على قبر اصحاب الكهف بصريح القران هؤلاء اولياء وهذا مسجد بني على قبرهم والقران يقرر هذا لم يعترض القران على هذا وهؤلاء كانوا نصارى اصحاب الكهف كانوا من اتباع عيسى المسيح كانوا على ديانه عيسى المسيح اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا القران قرر هذا المعنى انا لا اريد أن أحتج بهذا في ديانة الإسلام أبدا لكنني أقول في ديانة اليهود بناء على صندوق فيه فيه بقايا بقايا من خرق من ثياب آل موسى وآل هارون رضراض من رخام مكسر من صخر مكسر هذا هو الذي كان في الصندوق فبنوا عليه بناء عظيما ولما اخرج الصبيان ذلك الصندوق من ذلك البناء العظيم جرى ما جرى على بني اسرائيل حكايه طالوت وجالوت والقران قررها وها هو القرآن يقرر هذا المعنى في ديانة النصارى ايضا فدور العبادة مساجد عند اليهود عند النصارى عند المسلمين عند اليهود زمان دينهم الحق وعند النصارى زمان دينهم الحق اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا هناك تفاصيل كثيره في هذا الموضوع انا لا اريد ان اخوض في التفاصيل واختلف المفسرون والروايات اشارت الى جهات عديده ترتبط بتفاصيل ووقائع ما جرى على اصحاب الكهف لكنني اتحدث هنا بالاجمال اعتقد ان صوره باتت واضحه عن المنطق القراني وعن منطق الديانات السماويه انا لا احتج بسيره اليهود في ديننا ولا احتجوا بسيره النصارى في ديننا انما اقول من ان القران قرر لهم هذه الحقيقه ايه حقيقه حقيقه توقير وتعزير اثار الانبياء وتوقير وتعزير الاولياء حتى الكلب الذي كان منسوبا الى أصحاب الكهف دخل في دائرة التوقير والتعزير التعزير هو التعظيم القرآن قرر هذه الحقيقة قررها في الديانة اليهودية وقررها في الديانة النصرانية مثلما قرأت عليكم إذا ذهبت بكم إلى سورة المائدة والى الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة من سورة المائدة ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل سيتبين لنا هذا الميثاق ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا هذا دين اليهود ايام صحته وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم عزرتموهم عظمتموهم التعظيم هنا بشكل مطلق في حياتهم وبعد حياتهم بعد وفاتهم بعد مماتهم ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل أي إذا ما عزرتم وعظمتم أنبياءكم في حياتهم وبعد مماتهم ما كما كنتم تفعلون مع التابوت مع تابوت السكينه مع صندوق موسى الذي فيه بقايا من اثار ال موسى واثار ال هارون لاكفرن عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار هذا الميثاق أخذ على بني إسرائيل وأخذ على بني إسرائيل ثانية أيام عيسى فالنصارى هم إسرائيليون أيضا في بداياتهم عيسى إسرائيلي والحواريون إسرائيليون والديانه النصرانيه في بدايتها ديانه اسرائيليه فهذا الميثاق اخذ على اليهود على بني اسرائيل زمان الديانه الموسويه الصحيحه واخذ على بني اسرائيل ايضا زمان الديانه العيسويه الصحيحه أقرأ الآية مرة أخرى عليكم ورابطوا بين مضامين الآيات ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم عظمتموهم في حياتهم وبعد حياتهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك مثل ما فعلوا بتابوت موسى بتابوت السكينة حينما أخرجه الصبية يلعبون به ويعبثون به في الشوارع والطرقات فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فرجعوا إلى نبيهم شموئل بعد الذي جرى وجرى عليهم من كثير من المجريات أرجع الله إليهم تابوت السكينة كي يقدسوه مره اخرى هذا هو تعزير وتقديس للانبياء في حياتهم وبعد مماتهم اذا ما ذهبنا الى سوره الاعراف والحديث عن نبينا وعن اهل الكتاب دققوا النظر معي إنها الآية السابعة والخمسون بعد المئة بعد البسملة من سورة الأعراف الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الأمية من أم القرى لكما يقول سفلة النجف حقراء حوزة النجف من آيات الله العظمى من ان النبي لا يحسن القراءه والكتابه وقد لعنهم الائمه قالوا ان الذي يعتقد بهذه العقيده كذاب وملعون باقر العلوم وصفهم بهذا الوصف وجواد الائمه ايضا كذبوا عليهم لعنه الله كذبوا لعنهم الله كذبوا عليهم لعنة الله هكذا قال أئمتنا عن الذين يقولون من أن النبي صلى الله عليه وآله لا يحسن القراءة والكتابة الخوئي يقول بهذا محمد باقر الصدر يقول بهذا السيستاني يقول بهذا اسحاق الفياض يقول بهذا، محمد سعيد الحكيم يقول بهذا، بشير النجفي يقول بهذا، وبقيه المراجع والحكايه تبدا من الطوسي. الطوسي يقول بهذا ايضا في تفسيره التبيان. والائمه يقولون عن الذين يعتقدون بهذه العقيده كذبوا عليهم لعنه الله. الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين امنوا به الحديث عن محمد صلى الله عليه وآله الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه اليهود والانجيل النصارى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم دققوا في الايه فالذين امنوا به منهم من اليهود والنصارى وعزروه عظموه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون تلاحظون ان الاوامر واحده وان الديانه واحده فمثلما امروا في الديانه اليهوديه الصحيحه وفي الديانه النصرانيه الصحيحه في المواثيق التي اخذت عليهم ان يعزروا الانبياء والاولياء في حياتهم وبعد مماتهم وحكايه طالوت وجالوت واضحه وحكايه بناء المسجد على قبر اصحاب الكهف مع كلبهم هي حكايه واضحه وواضحه جدا والميثاق بالتعزير والتعظيم مر علينا في سوره المائده فها هو الكلام هو هو في سوره الاعراف عن اليهود والنصارى وعن أن دينهم لا يتحقق إلا أن يؤمنوا بمحمد ويعزروه وينصروه الآية واضحة والوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب ولا أستطيع أن أحدثكم عن كل شيء وإلى سورة الفتح ماذا تقول سورة الفتح؟ سورة الفتح في الآية الثامنة والتي بعدها بعد البسملة الخطاب لرسول الله والخطاب هنا للمسلمين جميعا أكانوا في الأصل من المشركين الجاهليين؟ ام كانوا من اليهود ام كانوا من النصارى الخطاب للمسلمين جميعا انا انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لماذا والخطاب هنا للامه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا تؤمن بالله ورسوله وتعزِّروه وتوقِّروه تعزِّر الله وتوقِّر الله وذلك كيف يكون؟ أن نعزِّر محمداً وأن نوقر محمدا فمن عزّر محمدا فقد عزّر الله من أطاعه فقد أطاع الله من وقّر محمدا فقد وقّر الله إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزّروه وتوقروه وتسبحوه بكره واصيلا المضامين هي هي والحقيقه واضحه جدا خصوصا اذا قرانا الايه التي بعد هاتين الايتين وهي العاشره بعد البسمله من سوره الفتح ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله التوقير لله توقير لمحمد صلى الله عليه واله والتسبيح له انه التنزيه تنزيه محمد عن كل نقص هو تنزيه لله سبحانه وتعالى لأن محمدا وجه الله ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم الى اخر ما جاء في السوره الكريمه فالتعزير والتوقير والتسبيح لله اساسا التسبيح في حق محمد ان نصلي على محمد وال محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين معنى التسبيح هو معنى الصلاه على محمد وال محمد اذا اردتم التفاصيل عودوا الى مجموعه حلقات معاني الصلاه من برنامج الكتاب الناطق انني وضحت كل شيء ووضعته بين ايديكم نذهب الى فاصل عن امامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره هيهات هيهات ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله وأقرت بالعجز والتقصير وكيف يوصف بكله او ينعت بكنه او يفهم شيء من امره او يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه لا كيف وان وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين فاين الاختيار من هذا واين العقول, العقول عن هذا, هذا؟ وأين, واين يوجد مثل, مثل هذا, هذا؟ اتظنون أن, ان ذلك يوجد في, ذلك يوجد في غير ال الرسول محمد صلى الله عليه, الله عليه واله وسلم اعتقد ان المنطقه القرانيه صار واضحا هذا قرانهم المفسر بتفسيرهم صلوات الله عليهم هذه المعلومات التي حدثتكم بها عن تفاصيل الايات من رواياتهم واحاديثهم الشريفه لا اجد وقتا كي اقرا عليكم هذه الاحاديث او ان اتي بمصادرها لذا اوجزت الكلام الى حد بعيد في الحقيقه هناك الكثير من النقاط المهمه والمهمه جدا طويت كشحا عنها واعرضت عن ذكرها لانني انظر الى الموقت على طاولتي يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب في هذا الموضوع المهم انني حريص وحريص جدا على ان اوصل هذه الحقائق الى ابنائي وبناتي من شباب شيعة الحجة بن الحسن كي لا يخدعوا بهذه المزبلة وبهذه القمامة في حوزة النجف وأنتم استمعتم إلى حديث مدير مكتب المرجع الأعلم إسحاق الفياض هذا في الحقيقة هو أحسن من إسحاق الفياض يتكلم لو كان السؤال موجها لإسحاق الفياض لا نعلم ماذا سيقول دوم أقول لكم ذولا ما ينطلع بيهم الباب الغرفة ما ينطلع بيهم قباحة هؤلاء قباحة قباحة إلى أبعد الحدود ذولا ما ينطلع بيهم ذولا الشيعة ضحكين على أنفسهم يصورونهم شيء وهم لا شيء هم أقل من اللا شيء الشيعة حمير يتخيلون ان هؤلاء على شيء لا هم على شيء ولا هم شيء ولا هم لا شيء هم دون اللا شيء هذا محمد جواد مهدوي هذا اكفأ من اسحاق الفياض لو كان اسحاق الفياض يتحدث لكانت الفضيحة اكبر والحال هو هو مع البقية وذاك الأعلم اللي انتخب هذا الأعلم مثل نفس الشيء الخرط هو الخرط مثل ما قلت لكم في الحلقتين الماضيتين الفتاوى الضريطي للمرجعية الخريطي هو هذا الموجود قارنوا بين هذا المنطق بين منطق الكتاب والعتره بين المنطق الزهرائي المهدوي وبين منطق ذول المزبلة المنطق القرآني واضح صريح في أن الديانة اليهودية تبني وفي أن الديانة النصرانية تبني والقرآن يقرر هذا وكل ذلك تطبيق لتعزير الانبياء لتعظيمهم ومثلما امر بنو اسرائيل بان يعزروا الانبياء ان يعظموا الانبياء في حياتهم وبعد موتهم الذين امنوا منهم بمحمد صلى الله عليه واله امروا ايضا ان يعزروا وان يوقروا وان يعظموا محمدا وتعظيمنا لمحمد صلى الله عليه واله يتجلى في تعظيمنا لعلي الذي هو نفسه ولفاطمه التي هي روحه بين جنبيه ولحسن وحسين هما لحمه ودمه ولآل حسين لعترة حسين من سجادهم إلى قائمهم هؤلاء الذين أولهم محمد كلهم من محمد المصطفى إلى قائمهم أولهم محمد وأوسطهم محمد وآخرهم محمد كلهم محمد أولهم علي وأوسطهم علي وآخرهم علي كلهم علي أولهم فاطمة روحه التي بين جنبي أولهم فاطمة أوسطهم فاطمة وآخرهم فاطمة كلهم فاطمة إنهم أئمة الأئمة محمد علي فاطمة أعتقد أن صورة باتت واضحة بحسب المنطق القرآني ومع ذلك فإنني سأعود بكم إلى الآية السابعة والعشرين بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل بنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم الديانه الابراهيميه هي البوابه المفتوحه للديانه المحمديه فديانتنا ابراهيميه حنيفيه اسماعيليه الديانه الموسويه لم تنسخ الديانه الابراهيميه لان الديانه الابراهيميه اعلى شانا الديانه العيسويه لم تنسخ الديانه الابراهيميه نسخت الديانه الموسويه فالديانه الموسويه شانها دون الديانه العيسويه اما الديانه الابراهيميه هي اعلى شانا لم تنسخ بقي اوصياء ابراهيم الى زمان محمد اخر اوصياء ابراهيم ابو طالب صلوات الله عليه واوصياء ابراهيم كلهم انبياء هكذا حدثونا صلوات الله عليهم لا شان لي بقذارات النواصب وقذارات مراجع الشيعه الذين يبذلون جهدهم ان يثبتوا اسلام ابي طالب طيب الله حظكم وحظ عقيدتكم ابو طالب وصي من اوصياء ابراهيم وكان نبيا لان اوصياء ابراهيم كلهم انبياء هذا هو حديث العتره الطاهره قلت لكم لا شان لي بالنواصب يجدون حديثي صحيحا يجدون حديثي ضالا لهم دينهم ولي ديني ولا شان لي كذلك بقذاره هؤلاء السفله المرجئه الاغبياء في النجف لهم دينهم ولي ديني هذا هو ديني بعد ان قرات عليكم من ان ابراهيم واسماعيل هما اللذان بنيا الكعبه وهذه قضيه تعرفونها لكنني اردت ان اقراها من المصحف لانني اريد ان اقرا عليكم من اهم كتبنا من الكافي الشريف هذا هو الجزء الرابع من الكافي للكليني المتوفى سنه ثلاثمية وثمانية وعشرين للهجرة وطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان صفحة ميتين عشر الحديث الثالث عشر من الباب مية وثلاثة وثلاثين باب مية وثلاثه وثلاثين الحديث الثالث عشر بسنده عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الذي يروي الروايه ابو بكر الحضرمي عن امامنا الصادق ماذا يقول امامنا الصادق صلوات الله عليه ان اسماعيل دفن امه في الحجر هذا الذي يعرف بحجر اسماعيل الذي هو بجانب الكعبه ما هذا المسجد الحرام هذه الكعبه وما يحيط بها هذا هو المسجد الحرام اين دفن امه اين دفنت هاجر ام اسماعيل دفنت بجوار الكعبه في هذا الحجر الذي حينما نطوف نطوف حوله ايضا حول الحجر حجر اسماعيل هذا هو قبر امه هاجر في المسجد الحرام هذا الاثول مهدوي هذا الاثول يقول لفراج الصهيبي من ان حضرات الائمه مراقد وليست مساجد، حضرات الائمه اشرف من المساجد ما قيمه المساجد؟ حضرات الائمه اشرف من المساجد تريليونات المرات ما قيمة المساجد؟ المساجد لها قدسيتها بحدودها. أتعلمون لماذا؟ سأقرأ عليكم من الجزء الثالث من الكاف الشريف. هذا هو الجزء الثالث من الكاف الشريف من الطبعة نفسها. من الباب 214 وأربعة عشر. صفحة 361 الحديث الرابع عشر عن ابن ابي عمير رضوان الله تعالى عليه عن بعض اصحابه عن بعض اصحاب ابن ابي عمير قال: قلت لابي عبد الله اصحاب ابن ابي عمير هم اصحاب امامنا الصادق صلوات الله عليه، اصحاب امامنا الكاظم سلام الله عليه. عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابه قال قلت لابي عبد الله اني لاكره الصلاه في مساجدهم، قال لامامنا الصادق اني لاكره الصلاه في مساجدهم في مساجد الأمويين في مساجد العباسيين في المساجد التي تحت حكمهم إني لاكره لا الصلاة في مساجدهم فقال لا تكره قطعا الإمام لا يتحدث عن كل ما يقال له مسجد الإمام يتحدث عن المساجد التي هي عند الله مساجد المساجد التي تتخذ ضرارا هذه حكمها ان تهدم وان تحرق وان تحول الى مزبله مثل ما فعل ذلك رسول الله في مسجد المنافقين فانه قد هدم واحرق وحول الى مزبله الامام هنا يتحدث عن المساجد التي هي عند الله مساجد ولكنها تحت سلطه الظالمين فمسجد النبي كان ولا زال تحت سلطه الظالمين والكثير من المساجد تحت سلطه الظالمين مسجد الكوفة تحت سلطة الظالمين ولا زال تحت سلطة السفهاء من سفهاء الشيعة ما هو تحت سلطة المرجعية وهي مرجعية ظالمة سفيهة أيضا إني لا أكره الصلاة في مساجدهم يتحدث عن المساجد التي هي مساجد لا ان اي بناء يقال له مسجد حتى لو كان عظيما حتى لو كان مشهورا فقال لا تكره فما من مسجد عند الله مسجد عند صاحب الزمان يقال له مسجد حتى لو كان تحت سلطه الظالمين فما من مسجد بني الا على قبر نبي او وصي نبي الناس لا تعلم الناس لا تعلم ولكنها تبني مسجدا اذا كان مسجدا عند الله فانها تبني على قبر نبي او وصي نبي فما من مسجد بني الا على قبر نبي أو وصي نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه دماء الأنبياء طاهرة ألا لعنة على فقه مراجع النجف الذين يقولون إن دماء محمد وال محمد نجسه لا لعنه على فقههم. دماء الانبياء طاهره الى الحد الذي ان الله سبحانه وتعالى يقيض اناسا كي يبنوا مساجد تكون عند الله مساجد لأن رشه دم من دم نبي وقعت في تلك الارض سلام على دمائك السائلات يا حسين ولذا فان الله ابى ان تكون دماؤه في الارض رفعها حيث استقرت في عالم الخلد يا حسين يا حسين يا حسين أشهد أن دمك سكن في الخلد وقشعرت له أظلة العرش مع أظلة الخلائق ألا لعنة على منابركم على منابر الوائلي الذي يقول بنجاسة دم الحسين حتى بعد استشهاده ألا لعنة على فقه السيستاني وإسحاق الفياض وسائر المراجع من الخوئي ومحمد باقر الصدر ومحمد الشيرازي وصادق الشيرازي وبقيه المراجع الذين يقولون بنجاسه دم المعصوم فتاواهم موجوده لا يضحك عليكم صادق الشيرازي فيديو منشور باللغه الفارسيه حيث يكذب من ان العروه الوثقى لم تصرح بنجاسة دم المعصوم كذاب هذا عودوا إلى برامج واطلعوا على التفاصيل وعودوا إلى المصادر والكتب كذاب محرف هذا فما من مسجد بني إلا على قبر نبي أو وصي نبي قتل فاصاب تلك البقعه رشه من دمه فاحب الله ان يذكر فيها فاد فيها الفريضه والنوافل واقض فيها ما فاتك حتى لو كانت تلك المساجد تحت سلطه المخالفين تحت يد الظالمين الامام يتحدث عن المساجد التي هي المساجد عند الله وما هي بالمساجد الضراري التي حكمها الهدم والحرق وان تحول ارضها الى مزبله الى كنيف قذر فالامام يتحدث عن المساجد التي هي المساجد حتى لو كانت تحت سلطه الظالمين تحت سلطه النواصب الامام يقول فما من مسجد بني الا على قبر نبي او وصي نبي قتل فاصاب تلك البقعه رشه من دمه فماذا تقولون عن المسجد الحرام منطق اهل البيت واحد حديث العتره واحد منهاج نقي مضيء منير ألا لعنة على منهج حوزة النجف هذه الأحاديث ضعيفة بحسب قذاراتهم بحسب قذارات الخوئي ومحمد باقر الصادر والسيستاني وإسحاق الفياض والبقية ألا لعنة على منهجهم هذا المنهج الذي يدمر هذا الفكر وهذه الثقافة الأصيلة. أعود إلى الكافي إلى الجزء الرابع. إمامنا الصادق يقول إن إسماعيل دفن أمه في الحجر وحجر عليها هذا السياج الذي وضع على قبرها لئلا يوطأ قبر ام اسماعيل في الحجر هذا السياج حول هذا المكان هذه المساحه هي قبر لهاجر ولال اسماعيل هذه مقبره هنا دفنت هاجر وهنا دفن اسماعيل هنا دفنوا ال اسماعيل هنا دفنوا لكن في البداية هاجر دفنت ووضع اسماعيل لها حجرا ان اسماعيل دفن امه في الحجر، الحجر يعني المكان المحجور المحجوز المسيّج هذا هو معنى الحجر ان اسماعيل دفن امه في الحجر يسمى بحجر اسماعيل دفن امه وحجره وضع له سياجا بجانب الكعبه في وسط المسجد الحرام هذا هو المسجد الحرام وهذه الكعبه الكعبه قلب المسجد الحرام ان اسماعيل دفن امه في الحجر وحجر عليها لئلا يوطا قبر ام اسماعيل في الحجر الحديث الرابع عشر بسنده عن المفضل بن عمر عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الحجر بيت اسماعيل وفيه قبر هاجر وقبر اسماعيل ونحن نطوف حول البيت وحول الحجر الحجر بيت اسماعيل وفيه قبر هاجر وقبر إسماعيل أنا لا شأن لي بالنواصب أنا أحدثكم أنتم يا شباب شيعتي من أبنائي وبناتي هذه الثقافة الأصيلة لا تعبأوا بالنواصب وما يقولون ولا تعبأوا بمزبلة وقمامة النجف يقول لنا ما عندهم فلوس طيب على الله حظك وحظ المرجع اللي نصبك وحظ المرجع اللي نصبه وسواه الأعلى طيح الله عظكم جميعا الحديث الخامس عشر بسنده عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله سأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن الحجر أمن البيت هو أو فيه شيء من البيت هل هو من الكعبة؟ فقال لا ولا قلامة ظفر ما فيه ولا شيء من البيت ولكنه يقدس لأنه قبر لإسماعيل وأمه ولشيء آخر الرواية تتحدث عنه ولكن إسماعيل دفن امه فيه فكره ان توطا فحجر عليه حجرا بنى له سياجا وفيه في هذا الحجر قبور انبياء القانون هو القانون ما من مسجد عند الله الا وقد بني على بقعه فيها رشه من دم نبي او وصي نبي الإمام يقول ولكن إسماعيل دفن أمه فيه في الحجر فكره أن توطأ يريد الكرامة لقبرها فحجر عليه حجرا بنى عليه بناء هذا قبر في المسجد الحرام بجوار الكعبة وبني عليه البناء حجر عليه الحجر وصار جزءا من الطواف ولكن اسماعيل دفن امه فيه فكره ان توطأ فحجر عليه حجرا وفيه قبور انبياء في ذلك الحجر في ذلك المكان من نفس الجزء صفحه 214 الحديث السابع من الباب 134 عن المفضل عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه إمامنا الباقر يقول صلى في مسجد الخيف سبعمائة نبي هذا يعني قبل أن يبنى وربما بعدما بني بالنتيجة صلى في مسجد الخيف سبعمائه نبي قد تقولون كيف صلوا بعد البناء هم يزورون الاماكن المقدسه مثلما يزور الانبياء كربلاء والنجف يزورون الاماكن المقدسه خصوصا اذا اردنا ان نستمر في قراءه الحديث الباقر يقول صلى في مسجد الخيف سبعمائة نبي وإنما بين الركن والمقام في المسجد الحرام لمشحون من قبور الأنبياء والحديث يستمر وإن آدم لفي حرم الله عز وجل آدم نقل الى النجف بعد ذلك الذي نقله الى النجف نوح في الطوفان ادم لم يكن مدفونا في النجف منذ البدايه وانما نقله نوح الى النجف فنوح عند الطوفان نقل ادم من قبره السابق ودفنه في النجف ونحن نسلم على الامير وعلى ضجيعيه ادم ونوح حينما نزوره في النجف على اي حال هذه المطالب خارجه عن بحثي الان فالامام الباقر هكذا يقول من انه ما بين الركن والمقام لمشحون من قبور الانبياء. صفحه 215 الحديث العاشر عن معاويه بن عمار الدهني قطعا بسند الكليني عن معاويه بن عمار الدهني عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه دفن ما بين الركن اليماني والحجر الأسود سبعون نبيا أماتهم الله جوعا وضرا هذه نماذج من أحاديثهم أنا لست في مقام الاستقصاء لكنني جئت بها من أوثق كتبنا جئت بها من الكافي اردت ان انقل لكم الثقافه الاصيله من قرانهم المفسر بتفسيره ومن احاديثهم المفهمه بنفس احاديثهم تلاحظون ان الاحاديث تشرح الاحاديث وكنت قاصدا ان اتي بمجموعه من الاحاديث يشرح بعضها بعضا والا فهناك الكثير من الروايات والاحاديث التي تتعلق بهذا الموضوع اردت ان اضع لباب الثقافه الزهرائيه المهدويه بين ايديكم من منطقهم القراني بحسب الفهم العلوي الى حديثهم في اشرف الكتب الى حديثهم الشريف في الكاف الشريف اتعلمون ماذا يعني حين اقول لكم هذه احاديث الكافي يعني احاديثهم واعتقد ان عطر محمد وال محمد يفوح يفوح من برامج هذه القناه ليس لاني اقدمها لا قيمه لي صدقوني صدقوني لا قيمه لي لا اقول هذا للاستهلاك الاعلامي انا واحد منكم حالي من حالكم عيوبي كثيره كعيوبكم انا لا اجاملكم ولا اجامل نفسي انما وفقت ان اكون راويه حديث ان اروي حديثهم الطاهر المطهر لكم الشرف كل شرف لهذا الكلام وليس لي وإن كان لي من شرف فلأنني أروي هذا الشرف الشرف هنا والكرامة هنا والطهارة هنا ألا لعنة على حوزة النجف العنوها كلما سمعتم حديثا لامس قلوبكم فاقطعوا ان مراجع النجف يضعفونه فالعنوا منهجهم العنوا المنهج القذر لحوزه الطوسي هذه الاحاديث ضعيفه بحسب قذارات مراجع حوزه السفاهه والقذاره نذهب الى فاصل رسول الله صلى الله عليه واله اين دفن دفن في بيته لا اريد ان ادخل في هذا النقاش هل دفن في حجره عائشه ام دفن في مكان اخر هل دفن في حجره الزهراء هل حجره عائشه في الجهه الشرقيه من المسجد ام انها في جهه اخرى هذه النقاشات لا اريد ان ادخل فيها لانني اتحدث مع شباب شيعه الحجه بن الحسن هذه نقاشات عقيمه لا نفع فيها يشتغل فيها سفهاء الوهابيه مع سفهاء الشيعه لا اريد ان ادخل في هذه التفاصيل النبي صلى الله عليه واله قتل في بيته استشهد في بيته ودفن في بيته اذا كانوا يقولون من ان النبي قال من اننا معاشر الانبياء لا نورث فكيف صارت الحجره حجره لعائشه حتى لو كان قد دفن في حجره عائشه ما انتم تقولون من ان النبي صلى الله عليه واله قال انا معاشر الانبياء لا نورث او لا نورث فكيف صارت الحجره حجره لعائشه فالبيت بيت محمد صلى الله عليه واله على ما يقولون وعلى ما نقول نحن فان البيت بيت فاطمه اتعلمون لماذا كم هي مساحه بيت النبي انا افترضت ان مساحه بيت النبي خمسمائه متر وهي ليست كذلك هذا كثير جدا صدقوني عودوا الى التاريخ والى تفاصيل التاريخ هذه المساحه كبيره وواسعه جدا بيت النبي ما كان بهذه المساحه لكنني افترضت ان مساحه بيت النبي خمسمائه متر النبي حينما استشهد ورحل عن الدنيا ترك فاطمه عنده ولد الولد يطلق على الذكور وعلى الاناث عنده ولد عنده فاطمة بنته فاطمة فإذا كان الزوج المتوفى عنده ولد أكان ذكرا أم أنثى فحصة زوجته إن كانت زوجة واحدة أو حصة زوجاته إن كنا اكثر من واحده الثمن حصه الزوجه من الميراث ان لم يكن للزوج من سلاله من ولد ليس عنده لا بنت ولا ولد ذكر فحصه الزوجه الرب اذا كان عنده ذريه فحصه الزوجه الثمن النبي حين استشهد كان عدد نسائه تسعا توفي واستشهد مسموما عن تسع نساء الآن قسموا خمسمائة متر على ثمانية كي نستخرج الثمن ثمن الخمسمائة اثنين وستين متر مربع ونصف المتر هذا إذا كان بيت النبي بهذه المساحة خمسمئة متر مربع وهو ليس كذلك ليس كذلك لكن إذا كانت مساحة بيت النبي خمسمئة متر مربع الآن نريد أن نقسم الميراث على قولهم أنه لا يورث فليس لعائشة ولا غير عائشة من نساء النبي من ميراث في بيته لأنه لا يورث على قولنا نحن من أنه يورث فالثمن لنسائه وعدد النساء تسع استشهد ورحل عن الدنيا عن تسع نساء نقسم خمسمية على ثمانية حتى نستخرج الثمن الثمن اثنين وستين ونص متر مربع الآن نقسم اثنين وستين ونص متر مربع على تسعة تطلع حصة كل زوجة ست أمتار و أربعة وتسعين سنتيمتر مربع أقل من سبعة أمتار فوين صارت غرفة عائشة يا عائشة يا بطيخ هذا إذا كان بيت النبي خمسمائة متر مربع هذا بيت فاطمة البيت أساسا بيت محمد ورثته فاطمة فاطمة كرما منها تركت نساء أبيها في البيت هذا بيتها فاطمة الكريمة العظيمة قطعا لن تترك زوجات أبيها من دون سكن فسمحت لهن بالسكن في نفس المكان ولكن ملكية البيت لفاطمة الحسن لما اراد ان يدفن في بيت امه وعائشة منعت دفنه لان السلطة معها ودفن بعد ذلك في البقيع بحسب وصيته ان منعوا دفنه في بيت امه فاطمه الذي هو بيت النبي ابو بكر وعمر دفنا غصبا من دون رضا ورثه صاحبه البيت فهذا البيت تنتقل ملكيته الى الحسن والحسين والى امير المؤمنين بعد مقتل فاطمه ميراثها ينتقل الى زوجها وأولادها فهذا البيت لعلي والحسن والحسين وزينب أبو بكر دفن من دون إجازة من هؤلاء لأنه دفن بعد مقتل فاطمه وعمر دفن من دون اجازه من هؤلاء عمر اخذ الاجازه بحسب صحيح البخاري من عائشه البيت ما هو ببيت عائشه لما خرجت عائشه على بغلتها حين جاء الهاشميون يحملون نعش الامام الحسن وقالت لهم اني لا أريد أن يدخل في بيتي من لا أحب إنها لا تحب الحسنة قطعا لا تحب الحسنة هذا شيء طبيعي فماذا قال لها ابن عباس يا بنت أبي بكر لا كان ولا كنت تجملت يشير إلى واقعة الجمل تجملت تبغلت والآن ركبت البغلة ولو شئت تفيلت وربما في يوم من الأيام ستركبين فيلا يا بنت أبي بكر لا كان ولا كنت تجملت تبغلت ولو شئت تفيلت لك التسع من الثمن وبالكل تملكت هذا هو الذي أتحدث عنه حصة عائشة ست أمتار وأربعة وتسعين سنتيمتر مربع إذا كانت مساحة بيت النبي خمسمئة متر مربع وهو ليس كذلك إذا أردنا أن ندقق في الخرائط الآثارية وفي الأوصاف التاريخية وفيما يعرفه أهل الخبرة من أهل المدينة إذا جمعنا كل هذه المعلومات فإن مساحة بيت النبي بكله مع بيت علي وفاطمة الذي كان جزءا من بيت النبي مع بيت علي وفاطمة لن تصل المساحة إلى 300 متر مربع هي أقل من 300 متر مربع لن تصل إلى هذه المساحة لنفترض أن المساحة 300 متر مربع نقسمها على ثمانية نقسم 300 على ثمانية الثمن حصة النساء تدرون ايش قد يطلع؟ ثمن 300 متر 37 متر ونص متر مربع 37 ونص متر مربع نقسم 37 ونص على تسعة تسع نساء 37 ونص تقسيم تسعة أربع أمتار و16 سنتيمتر هذه حصة عائشة أربعة أمتار و16 سنتيمتر مربع هذه حصتها فأين كانت تعيش وأين دفن أبوها في حصتها وأين دفن عمر بإجازتها من هنا هذه الروايات التي تقول عن امامي من انه سيخرج الرجلين هذا هو صاحب البيت ومن حق صاحب البيت ومن حق صاحب الارض اذا ما جاء احد ودفن فيها ميتا من دون اجازته من حقه ان يخرج ذلك الميت من قبره من حقه فهذا البيت بيت فاطمة والذي يرثه الان صاحب الأمر يريد أن يسمح لهما الأمر إليه يريد ان يخرجهما من قبريهما الأرض أرضه وهو الوارث الحقيقي البيت بيت فاطمة وهذا هو وارثه وارثها هو الحجه بن الحسن الى اين اريد ان اصل اريد ان اصل من ان النبي اوصى ان يدفن في بيته من انه يدفن حيث تقبض روحه الطاهره قبضت روحه الطاهره في بيت علي في حجره فاطمه وليس في حجره عائشه فقد فاضت روحه الطاهره في حجر علي واين كان علي هل كان في حجره عائشه كان في حجره فاطمه وبالنتيجه انا لا اريد ان ادخل في هذا النقاش هل دفن في حجره عائشه او في حجره فاطمه البيت كله بيت فاطمه من اوله الى اخره وحصه عائشه اذا كانت المساحه 300 متر مربع حصه عائشه أربع امتار و عشر سنتيمتر وفاطمه هي التي سمحت لنساء ابيها ان ينتفعن من بيتها فهذا البيت بيتها وهو ميراثها صلوات الله وسلامه عليها ولا بد ان تنتقل الملكيه ميراثا الى علي والحسن والحسين وزينب الى عائلتها الى زوجها وذريتها وهكذا تنتقل الملكيه حتى تصل الى الحجه بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه غايه الامر النبي ما قال لهم ادفنوني في المقابر قال لهم ادفنوني في بيتي اساسا هو البيت بناء النواصب يبنون على قبر ابي بكر وعمر ويزورونهم ويكتبون لهم زيارات اذا ما ذهبتم الى المدينه هناك زيارات مطبوعه مكتوبه هم نسجوها لزياره ابي بكر وعمر ولزياره عثمان الذي لا يعرف قبره شخصوا له قبرا ولكن لا دليل على ذلك على اي حال لا شان لنا بهذه التفاصيل هذه التفاصيل خارجه عن الموضوع يبنون على قبر ابي بكر وعمر ويعترضون على البناء على قبور ال محمد ما هو قبر ابي بكر عليه بناء وقبر عمر عليه بناء قبر رسول الله ايضا عليه بناء وبناء ضخم لان النبي اساسا هو اوصى ان يدفن في بيته والبيت بناء هذه هي وصيه النبي من انه يدفن في بيته والبيت بناء اساسا البناء كان موجودا قبل استشهاد رسول الله صلى الله عليه واله وهو عالم ان هذا البيت سيلحق بمسجده فهل يخفى ذلك على رسول الله صلى الله عليه واله فلماذا فعل رسول الله هذا؟ ما هي القضيه واضحه جدا وواضحه للجميع أنا لا أريد أن أناقش النواصب النواصب يرون الحقيقة بأم أعينهم ويقفزون عليها ولا شأن لي بهم أهلها لعنت الله عليهم من أولهم إلى آخرهم أنا حديثي مع أبنائي وبناتي من شباب شيعة الحجة ابن الحسن كي يقارنوا بين منطق الثقافه التي يتعلمونها من قناه القمر وبين منطق مكاتب مراجع القمامه في النجف نذهب الى فاصل في كامل الزيارات وهو من اوثق كتبنا الشريفه انها احاديثهم هذه الطبعة طبعة مكتبة الصدوق طهران إيران إنه الباب الثامن والثمانون حديث طويل عن إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه حديث قدامة ابن زائدة عن أبيه عن السجاد زين العابدين صلوات الله عليه حديث طويل ينقله عن عمته العقيله عن عقيله بني هاشم حديث الميثاق حديث العهد المعهود من رسول الله صلى الله عليه واله والذي جاء فيه العقيلة تقول لإمامنا السجاد متى في الحادي عشر من شهر محرم في السنة الحادية والستين من الهجرة لما خرجوا بهم أسارة العقيلة تتحدث مع السجاد عن قادم الايام كي يصل هذا الكلام الينا وينصبون لهذا الطف علما يقيض الله لنصره الحسين من الشيعه بعد استشهاده فيفعلون هذا الذي يفعلونه ماذا يفعلون؟ وينصبون لهذا الطف علما لقبر ابيك سيد الشهداء لا يدرس اثره ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والايام وليجتهدن ائمه الكفر هؤلاء من امثال قناه وصال واشباهها وليجتهدن ائمه الكفر واشياع الضلاله في محوه وتطميسه فلا يزداد اثره الا ظهورا وامره الا علوا الفتوا انظاركم الى هذه الكلمه وينصبون لهذا الطف علما علما لقبر ابيك لا كما يقولون لكم علما تشير الى معنى معنوي العلم مادي قبل ان يكون معنويا اتعرفون ما معنى علم في لغه العرب العلم في لغة العرب الجبل العالي، عودوا، عودوا إلى كتب اللغة. العلم في لغة العرب، عودوا إلى القواميس. العلم في لغة العرب الجبل العالي الممتد امتدادا طويلا. الجبل الكبير العالي، هذا هو العلم. العلم العلم. العلم البناء العالي الضخم العلم, العلم. العلم العلامات العالية التي توضع في أرض المتاهات. العلم في لغة العرب سارية أو بناء أو منارة عالية توضع النار في رأسها بالضبط كالفنار الذي يوضع في الموانئ وفي الخلجان وعند المضائق في البحار كي تهتدي السفن والبواخر طريقها الفنار هو علم أجواد العرب كانوا يضعون في الليل أعمدة عالية أو بناء عاليا ويسجرون النار على رأسه مثل ما يقولون فلان نار على علان هذه حقيقة مادية كانت توضع سارية عالية أو يبنى بناء عال ويوضع على رأسه مكان تسجر فيه نار كبيرة كي يرى المسافرون كي يرى المتحركون في الصحاري والبوادي تلك النار كي يقصدوا ديار اولئك الاجواد للطعام للمنام للراحه للوصول الى مبتغاهم هكذا كان يفعل اجواد العرب فالعلم هو ما علا وارتفع وصار واضحا وشاخصا ومشخصا ومميزا عند البعيد قبل القريب البعيد يراه والقريب يراه والكلام واضح وينصبون لهذا الطف علما ما قالت لاهداف ابيك لقبر ابيك ما قالت لابيك حتى يكون المعنى معنويا العقيله دقيقه في كلامي ما هذه بنت علي كما كانوا يقولون عنها الذين ينصتون لخطاباتها العاشورائيه يقولون كانها تفرغ عن لسان ابيها تعبير جميل جدا هؤلاء الاعداء يقولون يقولون هذه بنت علي كانها تفرغ عن لسان ابيها يعني بالضبط كانه هناك انبوبه هناك انبوب هذا الانبوب واصل من لسان علي الى لسانها هناك لينك هناك اسلاك ممتده من لسان علي الى لسانها كانها تفرغ عن لسان ابيها كانها حنفيه وقد ربطت الى بئر الى عين فواره بالماء وهذه الحنفيه تجري تنقل الماء من تلك العين انها العيون الصافيه عيون علي التي امرنا ان نغترف منها وان نغتسل منها والتي هجرها سفله حوزه الطوسي من ايات الله العظمى وذهبوا باتجاه العيون الكدره القذره كي يكرعوا فيها وضللوا اجدادنا واباءنا وضللونا نحن ايضا هم ضالون واضلونا معهم الا لعنه على عيونهم الكدره القذره الا لعنه على كتبهم وعلى حوزتهم وعلى منهجهم وعلى دينهم وعلى عقيدتهم وعلى فقههم وينصبون لهذا الطف علما لقبر ابيك للقبر يبنى له البناء العالي ما هو على قبور ائمتنا قليل 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 يفترض بالشيعه في مثل هذا العصر ومع هذه الامكانات ان يكون البناء على قبور ائمتنا اعظم بكثير من هذا الذي هو موجود الان وينصبون لهذا الطف علما ليس لابيك لقبر ابيك فابوك ما هو في القبر هل الحسين في القبر وينصبون لهذا الطف علما لقبر ابيك إذا كان دمه سكن في الخلد دمه الذي تساقط منه وهو على قيد الحياة سكن في الخلد وهذا جزء منه فما بالكم بحسين نفسه صلوات الله عليه وماذا نقرأ بعد؟ الحلقة صارت طويلة الذي أتعبه الحديث لينتقل إلى قناة أخرى من قنوات المرجعية الرشيدة بل شوفوا لكم واحد من هالمطاية أضحكوا عليه شوية ارتاحوا ورجعوا بعدين شوفوا لكم مطي من هالمطاية لابس لعمامة لأ سودة بيضة من أجواء المرجعية شوفوا شي يقولوا ضحكوا شويه عليه وارجعوا بعد ذلك. في الجزء الحادي والأربعين من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي صفحة 287 الحديث التاسع عن إمامنا الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين أمير المؤمنين يقول: كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. هل نستطيع ان نتصور ان قبر الحسين ارض خاليه وحوله قد شيدت القصور وتحركت المحامل باتجاهه من الكوفه وسار الناس اليه من الافاق هل يمكن ان يتوقع هذا المعنى لا بد ان يكون بناء عظيما ولا بد ان يكون اعظم من كل بناء كان موجودا في زمان امير المؤمنين هذا الحديث في زمان امير المؤمنين فلا بد ان يتصور المتصور حين سمع امير المؤمنين يتحدث بهذا الحديث لابد ان يتصور بناء ضخما لقبر الحسين بناء هو اعظم من كل البنايات التي كانت في زمان امير المؤمنين فالامير يتحدث عن قصور تشيد حول قبر الحسين فلا بد ان قبره اعظم من تلك القصور هذا هو الذي يفهم من السياق والامام في مقام تقرير وفي مقام مدح للمحامل التي تخرج من الكوفه الى قبر الحسين وفي مقام مدح للشيعه الاتين من الافاق خصوصا وهو يحدد الزمان وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. هذا كلام في زمان امير المؤمنين. وامير المؤمنين هو الذي اشترى ارض كربلاء واوقفها للحسين ولزواره. الروايات عندنا هكذا تقول ابراهيم قبله جده اشتراها ايضا. الحسين ايضا اشتراها. أنا لا أريد أن أحدثكم عن هذا الموضوع ففيه الكثير من التفاصيل، الحسين حين اشتراها سمح للذين اشترى منهم الأرض من القبائل التي كانت قاطنة في تلك المنطقة، سمح لهم باستثمارها واستعمالها وزراعتها والبناء فيها ولكن اشترط عليهم ألا يؤذوا زواره. فالحسين يخطط لبناء قبره من الان اشترط عليهم هذا الشرط الحكايه طويله ماذا اذكر لكم وعن اي شيء ساعرض هذا المطلب مطلب كبير جدا هذا الجزء الثامن والتسعون من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي الطبعة هي هي صفحة 114 رقم الحديث 36 هذه المرة إمامنا الرضا يحدثنا عن إمامنا السجاد عن آبائه عن الإمام السجاد الرواية السابقة حدثنا امامنا الرضا عن ابائه عن امير المؤمنين التي جاء فيها ذكر المحامل التي تخرج من الكوفه الى قبر الحسين روايه السجاد تذكر فيها الاسواق في الروايه السابقه لم تذكر الاسواق وانما ذكرت المحامل في هذه الروايه تذكر الاسواق ولا تذكر المحامل امامنا السجاد يقول كاني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين وكاني بالاسواق قد حفت حول قبره فلا تذهب الايام والليالي حتى يسار اليه من الافاق وذلك عند انقطاع ملك بني مروان هذا الكلام حتما قاله الامام السجاد حينما رجع إلى كربلاء في الأربعين حتما حدث الشيعة بهذا الحديث يخبرهم عن عاقبة قبر الحسين عن عاقبة أرض كربلاء وذلك عند انقطاع ملك بني مروان ليس في الحكم الأموي الأول وانما في الحكم الاموي المتاخر في اواخر عصر الغيبه الطويله كما يظهر من الروايات فبعد الامويين في العراق ياتي العباسيون وبعد العباسيين يكون الزمان قريبا من عصر ظهور الحجه ابن الحسن هذا هو الموجود في رواياتهم وأحاديثهم وأنا أخبركم عن خبرة لا كما إيسربت إسحاق الفياض ويصدر في فتاواه التضريطية من جهالاته وهو يحدث الشيعة عن علامات الظهور وشؤون الغيبة وأمثال ذلك من الخريط الذي مر علينا في الحلقات المتقدمه ما احدثكم به هو الموجود في رواياتهم واحاديثهم وكتبهم الامام السجاد هنا يحدثنا عن قصور وعن اسواق وعن جموع من البشر تاتي قاصده من الافاق الى الحسين فهل نتصور ان قبر الحسين تراب مثلما يريد ان يخصبوا الانجاز والامام هنا في مقام المدح وفي مقام التقرير والمضامين واضحه وصريحه وجليه نذهب الى فاصل الكتاب الذي بين يدي مفاتيح الجنان تعالوا اعرض لكم امثله من اجواء الزياره في ثقافه العتره الطاهره اذا ما ذهبتم الى باب الاستئذان حينما نستاذن لزياره مراقدهم وحضراتهم المقدسه في مفاتيح الجنان ويوجد في المزارات الاخرى ما هو اكثر من هذا لكنني دائما اخذ مفاتيح الجنان لانه متوفر في بيوتكم هذا لون من الوان الاستئذان حين نقف على ابواب حضراتهم المقدسه عند زياره رسول الله وعند زيارتهم اللهم اني وقفت على باب من ابواب بيوت نبيك الى اخر الاستئذان ما عندي وقت كي اقرا الاستئذان كاملا اللهم اني وقفت على باب من ابواب بيوت نبيك هناك باب هناك بناء وهذه الثقافه لم تنشا من فراغ حتى اذا افترضنا ان الدعاء هذا لم يرد عن الائمه وهذه الادعيه وهذه الزيارات لم ترد عن الائمه لكنها نشات في اجوائهم في ثقافتهم من عمق ما وردنا عنهم امام زماننا في عصر الغيبه الطويله في الغيبه الكبرى هناك الكثيرون من الشيعه ممن وفقوا للقائه في هذه المشاهد الشريفه ياتي زائرا وحينما يوفقون للزياره معه يجدون ان الامام يلتزم باداب الزياره من الاستئذان عند الباب هو يريد ان يعلم الذين يزورون معه هناك العديد من الحوادث كان في نيتي ان اورد بعضها لكن وقت الحلقه صار طويلا وطويلا جدا هناك العديد من الحوادث التي على الاقل بالنسبه لي لا اكذبها اعتقد بها اصدقها وانا لست خرافيا انا حين اصدق بشيء لا بد ان يكون قد وصل الى يدي وسقط في يدي من القرائن ومن الحقائق ومن الوثائق التي تجعلني اصدق بما اصدق به. ليس مهما هذا. اللهم اني وقفت على باب من ابواب بيوت نبيك فهناك باب وهناك استئذان هناك بناء اما في الاستئذان الطويل المفصل اللهم ان هذه بقعة طهرتها وعقوة شرفتها ومعالم زكيتها تعابير دقيقه اللهم ان هذه بقعة البقعة تقال للأرض المبنية وللأرض غير المبنية اللهم ان هذه بقعة البقعة قد تكون أرضا مبنية قد تكون ارضا خرابا خاليه قد تكون ارضا مزروعه قد تكون ارضا بورا لا زراعه فيها البقعه الارض اللهم ان هذه بقعه طهرتها وعقوه شرفتها العقوه تلحق بالبناء انها ساحه البيت ليس هناك من عقوه الا وهناك بناء البقعه ارض قد تكون مبنيه قد تكون مزروعه قد تكون خاليه من البناء قد تكون ارضا بورا لا زرع فيها لكن العقوه لا بد ان تكون ملاصقه للبناء فناء البيت يقال له العقوه ساحه البيت التي تجاوره وتلتصق به يقال لها العقوه اذا هناك بقعه انتقلنا بعد ذلك الى مساحه ملاصقه للبناء وعقوه شرفتها ومعالم زكيتها معالم جمع لمعلم يعود بنا الى العلم معلم هو المكان الذي ينصب فيه العلم معلم مفعل والمفعل يكون اسم مكان يكون اسم زمان يكون مصدرا ميميا دالا على الحدثيه على الحدث لا اريد ان ادخل كثيرا في تفاصيل الصرف واللغه والبلاغه الحلقه صارت طويله اللهم ان هذه بقعه مساحه واسعه هذه تكون سابقه للعقوه فالعقوه العقوه الصحن صحن الحرم الحسيني المفتوح الذي يكون بلا سقف الان سقفوا الصحون ولكن حينما كان مفتوحا هذه العقوة وبناء الحرم الحسيني هذه المعالم المعالم هي المكان الذي تنصب فيه الاعلام والاعلام البنايات العالية الواضحة التي ترى من بعيد ومنائر الحسيني وقبة الحسين ترى من بعيد، ومنائر حيدر في النجف ترى من بعيد، وقبة المرتضى شاخصة من بعيد، ومنائر الرضا في طوس ترى من بعيد، وقبة السلطان في طوس ترى من بعيد، اللهم إن هذه بقعة طهرتها وعقوة شرفتها ومعالم زكيتها إلى أن يقول الدعاء ووفقنا للسعي إلى أبوابهم العامرة إلى يوم الدين واجعل أرواحنا تحن الى موطئ اقدامهم قد يكون المكان ليس مبنيا لكنه يكون موطئ اقدامهم لكن ماذا تقولون ونفوسنا تهوى النظر الى مجالسهم وعرصاتهم حتى كاننا نخاطبهم في حضور اشخاصهم مجالس وعرصات وكأننا نخاطبهم هذه بنايات بنايات اللهم فأذن لنا بدخول هذه العرصات من اين ندخل؟ ندخل من الابواب بدخول هذه العرصات ووفقنا للسعي إلى أبوابهم العامرة إلى يوم الدين أبواب عامرة كيف تكون الأبواب عامرة ما لم تكن البنايات التي بعد الأبواب عامرة هل هناك باب يوضع لوحده ماذا نحن في حالة نحت سريالي مثلا ماذا الهراء الباب العامر كنايه عن البناء العامر ووفقنا للسعي الى ابوابهم العامره الى يوم الدين واجعل ارواحنا تحن الى موطئ اقدامهم ونفوسنا تهوى النظر الى مجالسهم وعرصاتهم حتى كاننا نخاطبهم في حضور اشخاصهم اللهم فاذن لنا بدخول هذه العرصات سلام على محمد وال محمد هذه الحقائق كالطوفان كالطوفان هذه ثقافه الكتاب والعثره حينما نخاطب الحسين في الزياره الرجبيه والشعبانيه الزياره المخصوصه الاولى بحسب تبويب مفاتيح الجنان نخاطبه أشهد أنك طهر طاهر مطهر يا حسين من طهر طاهر مطهر طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت بها وطهر حرمك يعني كل هذا والحسين خرابة أي منطق هذا طهرت وطهرت بك البلاد البلاد عامرة طاهرة بك وطهرت أرض أنت بها البلاد هنا العراق والأرض كربلاء والحرم هو الحرم حرم الحسين أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت ارض انت بها وطهر حرمك وماذا نقرا في زياره اخرى انها الزياره الثالثه من زيارات الحسين الزياره الشعبانيه نخاطب الحسين هكذا أشهد أن هذه التربة تربتك وهذا الحرم حرمك وهذا المصرع مصرع بدنك هذا التفصيل يشير إلى بناء أشهد أن هذه التربة تربتك فإذا كان الكلام عند أرض خالية فما معنى وهذا الحرم حرمك وهذا المصرع مصرع بدنك الى اخر الزياره الشريفه ماذا نقرا في وداع زياره العيدين اتحدث عن عيد الفطر وعيد الاضحى من زيارات الحسين هكذا نقول للحسين السلام عليك يا مولاي سلام مودع لا قال ولا سئم فإن انصرف فلا عن ملال وإن أُقم فلا عن سوء ظن بما وعد الله الصابرين يا مولاي لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك وماذا بعد ورزقني العوده اليك وماذا بعد والمقام في حرمك والكون في مشهدك هناك حرم هناك مشهد هناك مجال للاقامه في هذا الحرام الحرم كربلاء هنا والمشهد هو حرم الحسين الخاص هو قبره الشريف وما يحيط به من البناء هذا هو المشهد والحرم هنا كربلاء والمقام في حرمك ان اقيم في كربلاء والكون في مشهدك حينما ازورك يا حسين هذه المضامين موجوده عند الحسين وعند غير الحسين من الائمه وحتى لو قال قائل عبثت الايدي بهذه النصوص وعبثت الايدي بهذه الاداب والبعض منها الشيعه انتجته حتى اذا اردت ان اقبل ذلك وهو ليس كذلك ولكنني افتراضا أقبل ذلك ماذا تصنعون بنص الزيارة الجامعة الكبيرة هذا نص صحيح لا شأن لي بقذارات مراجع النجف فسند الزيارة ضعيف عندهم لا شأن لي بقذارات علم رجالهم ليذهبوا إلى الجحيم ألا لعنة على منهجهم هذا النص نص صحيح قطعي كامل عن امامنا الهادي. علمني يا ابن رسول الله انه موسى ابن عبد الله النخعي يقول لامامنا الهادي علمني يا ابن رسول الله قولا اقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم ماذا قال له الإمام الهادي؟ مباشرة فقال إذا صرت إلى الباب فقف وقل كذا وكذا الإمام هكذا يقول إذا صرت إلى الباب فقف ثم ماذا يقول وأنت على غسل فإذا دخلت ورأيت القبر دخلت إلى بناء فإذا دخلت ورأيت القبر فقف وقل ثم امشي قليلا امشي قليلا في داخل البناء وعليك السكينة والوقار وقارب بين خطاك إلى أن يقول ثم ادن من القبر إلى بقية تفاصيل الزيارة هذه التفاصيل تحدثنا عن بناء عن أبواب عن حرم عن مشهدين الحلقه صارت طويله صدقوني بقي عندي كلام كثير لكنني ساكتفي بهذا